بمناسبة إطلاق الحملة العالمية ضد مئوية وعد بولفور المشؤوم، وبرعاية تحالف قوى المقاومة الفلسطينية أقام الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين معرض فن تشكيلي في صالة لؤي كيالي، وتضمن تكريم الفنان عبد المعطي أبو زيد. تفاصيل رصدتها الزميلة لينا، خلينا نتابع سوا ونرجع. أنا اليوم بعتز بهذا التكريم وبعتز بهذه المشاركة من قبل إخواننا في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين واتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين. اتفقوا جميعا على أساس يكون التكريم مشترك ويكون في معرض مشارك للتكريم، وهي فرصة أنه يكون هذا التلاحم الفلسطيني السوري في هذه المناسبة. ونحن جزء من الأساس من التشكيل من اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين، يعني ما فيها الفارق بيناتنا. شيء جميل أن يحضر كل هؤلاء الناس أهل التعبير وأهل الفنون هنا من أجل تكريم هذا الفنان الكبير، وأنا سعيد أن أرى أيضا العديد من اللوحات التي هي يعني أعدت من أجل تكريم هذا الفنان، رسموها من أجوائه ومن معرفته. الآن أجيال فنية كثيرة خرجها الفنان عبد المعطي أبو زيد حاضرة هنا لترى هذا التكريم لل أستاذ من أجل أن يمشوا في هذا الدرب. هو له دور كتير كبير في حركة الفن التشكيلي السوري والفلسطيني، فواجب علينا أنه نحن تكريم هذا الفنان، كان الشباب الفلسطينيين الفنانين الفلسطينيين أو الفنانين السوريين. البادرة هي نحن قمنا عليها أكثر من سنة، صرنا تقريبا بموضوع التكريم كرمنا أكثر من 10 فنانين حتى الآن ومستمرين بهذه الحركة. فكرة التكريم نحن عم نأكد أنه تكون على حياة الفنان إن شاء الله بعد عمر طويل، أفضل من نكرم الفنانين بعد ما ينتقلوا الحياة الآخر. الفنان فنان كبير، رسم لفلسطين طول حياته، كرس كل مواضيعه عن وطنه وعن حق العودة والحلم العودة لفلسطين. عبد المعطي أبو زيد يحق له التكريم.